الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم وإلى تفاصيل النشرة. الرئيس السيسي يؤكد أن الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود والدفاع عنها دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة. قمة مصرية فرنسية بالقاهرة تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. الأخبار بالتفصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للقوات المسلحة لدورها في وقت الحرب والسلم. وخلال تفقد الرئيس السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس وإجراءات رفع الكفاءة القتالية وتطويرها، شدد الرئيس السيسي على أن حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري دور أصيل للقوات المسلحة المصرية، مؤكدا أن مصر تقوم بدور إيجابي في احتواء التصعيد الحالي في قطاع غزة وتعمل على وقف إطلاق النار ومساندة أهالي قطاع غزة والتخفيف عنهم وإدخال المساعدات اللازمة. عرض عسكري مهيب نظمته الفرقة الرابعة المدرعة بالقوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر اكتوبر المجيد. الرئيس شهد العرض ميدانيا وقام سيادته بتفتيش حرب على القوات للتأكد من جاهزيتهم لأي مهام تطلب منهم. وخلال كلمته للقوات شدد الرئيس على دور الجيش في حماية الأمن القومي والحفاظ على حدود مصر من المساس بها. الأمن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقة ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر. وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايما كل أهدافها أن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تمس. امتلاك القوة والقدرات العسكرية لا يعني الاندفاع في استخدامها، هكذا حذر الرئيس من خطورة التهور في استخدام القوة وطالب القوات بالتعامل بحكمة ورشد في صون وحماية تراب مصر. مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة ولا تضغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك أوهام بقوتك اللي موجودة. أنا بقولها لينا كلنا عشان يعني ساعات أسمع كده كلام يقولك مدام عندنا، يعني لا، أنت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعدك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وأيضا بصبر. الرئيس شرح الدور المصري الإيجابي في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تعمل مصر على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين وإيجاد حل دبلوماسي للقضية الفلسطينية بإقامة دولتهم على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. 20 سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين إسرائيل وبين يعني القطاع او حماس او الجهاد الاسلامي او الجماعات اللي موجودة في القطاع 5 مرات، وكان دور مصر دايما دور ايجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف اثار هذا الصراع. وبنقول في كل مرة ان مهم جدا ان حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الامل للفلسطينيين بيوجد دولة لهم على أراضي 67 أو الأراضي التي احتلت في 67 وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت
يراعي الأمن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي. ولمواكبة التطور العسكري وأحدث نظم التسليح، طالب الرئيس القوات بالتسلح بالعلم والإيمان والجهوزية والانتباه. انتبهوا للمحورين دول أو للكلمتين دول، التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان، هو ده السبيل الحقيقي لامتلاك قدرة لا تقهر، لأنها هتبقى مدعومة بأسباب الدنيا ومدعومة بأسباب السماء. يبقى معاك دعم ربنا سبحانه وتعالى عندما تكون تتعامل مع الأمور بشرف من غير غدر ولا خيانة ولا خزة. يعني آخر حاجة هقولها لكم، دايما حافظوا على كفائتكم وعلى قدراتكم، دايما تكونوا جاهزين، دايما تكونوا حريصين. خلال 5 عقود مضت على نصر اكتوبر العظيم، طورت القوات المسلحة المصرية من قدراتها العسكرية، وخلال السنوات 10 الماضية ارتفعت القدرات العسكرية لمصر بشكل غير مسبوق، جعلها تتفوق على نظرائها في المنطقة بأحدث الإمكانيات القتالية، لتكتمل عناصر القوة للقوات المسلحة بمقاتل على أعلى درجة من المهارات القتالية والتسلح بأحدث الإمكانيات العسكرية والعلمية من أجل حماية الوطن وصون أراضيه. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. شهدت القاهرة قمة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الرئيسين شهدت تبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تناول اللقاء مستجدات الأعمال العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة وتداعياتها الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أرحب بكم وأن أنا أرحب بفخامة الرئيس في زيارتك لمصر. اسمح لي أن أنا أسجل بكل تقدير واحترام تحياتي لك وتقديري لكل الجهود اللي بتبذلها من أجل احتواء الأزمة اللي احنا بنعيشها، وأتصور أن احنا كلنا متأثرين بيها، تأثير كبير جدا في منطقتنا بالكامل وعلى العالم كله. يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في الأزمة اللي احنا بنجابها دلوقتي، أزمة قطاع غزة، وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود لاحتواء هذه الأزمة والعمل على ان هي يعني ما يكونش ليها تداعيات أكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي. اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية أن الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى، ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على أن احنا نحتوي التطورات اللي بتمر بقطاع غزة. ده معناه ان احنا ببساطة ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف، وان يشمل اطراف اخرى داخل الاقليم او المنطقة، ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والامن في منطقتنا. واحنا توافقنا على ان النقطة دي محتاجة ان احنا نتحرك ونعمل بشكل مكثف فيها من اجل منع مزيد من التدهور في الموقف في منطقتنا. أيضا تكلمنا على أهمية احتواء
وتهدئة الموقف في غزة. وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي، أولا لتفاهم رئيس ماكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها. لأن إذا كانت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه على أنه هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال 20 سنة اللي فاتوا، غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم، يبقى مش معقول إن هم ممكن ينجحوا وهم مش موجودين على أراضيهم. دي نقطة. الهدف بتاع الحرب المعلن إن هو يعني تصفية حماس والجماعات والفصائل المسلحة اللي موجودة في القطاع، وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس قوي، والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة، هذا الأمر بيتطلب سنوات طويلة جدا. ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية إن احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع، وده أمر في منتهى الأهمية أنا بسجله هنا، لأن الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين. ويكفي ان حتى الان احنا بنتكلم ما يقرب من 6000 من المدنيين سقطوا حتى الان، نصفهم تقريبا من الاطفال، ويجب ان نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الازمة وعدم وضع السلامة، سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع. نقطة أيضا توافقنا على أن احنا نعمل فيها بجد، وهي إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع. والنهاردة احنا بنتكلم من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في 15 يوم، والقطاع تحت الحصار الكامل، وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه، وده أمر كان ليه تداعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية داخل القطاع. وإحنا قلنا إن إحنا هنا متوافقين أيضا على أهمية إن إحنا نتحرك في إدخال مزيد من المساعدات. وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس إن هو وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها، يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين. أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت إن إحنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرى اللي موجودين في القطاع، وده من خلال تهدئة الموقف ما أمكن، حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس. احنا في مصر حريصين على ان احنا نقوم بدور ايجابي جدا جدا في هذه الأزمة، من خلال تفهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع، واقع تطور القضية الفلسطينية، وان القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا، وان الرأي العام العربي والإسلامي متأثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد ايه حل القضية دي هيكون ليه انعكاس كبير جدا جدا. ويمكن يعني يمكن حد يقول هل في فرصة حقيقية لمكافحة الارهاب؟ انا بقول للرئيس ماكرون ان الفكرة دي بدأت في مخيمات، نتيجة مخيمات الفلسطينيين، نتيجة فقد الامل. مفيش امل، مفيش فرصة ان احنا نديهم
دولة الدولة دي تبقى جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية، تحترم وتحافظ على أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. لما فقد هذا الأمل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الأخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الأقصى يعني التوسع الاستيطاني اللي موجود، كل ده كان عبارة عن تغذية لحالة الكراهية والغضب اللي احنا محتاجين نفرغها بان احنا نحيي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين. توافقنا مع فخامة الرئيس على احنا نتحرك سويا ونعمل سويا من اجل هذا الهدف النبيل، هو احتواء الأزمة، عدم تصعيدها، ادخال المساعدات، تخفيض التوتر ما امكن، عدم او السعي الى عدم دخول اطراف اخرى في النزاع الحالي. وهنا انا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسم كل انسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من اجل احتواء هذه الأزمة. وهذا الامر هننجح فيه لان الاخلاص في العمل من اجل الابرياء ومن اجل المسلمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه. وبقول للرئيس ماكرون ان التاريخ هيشهد لك انك انت بتبذل جهد كبير قوي قوي، كان زار اسرائيل وزار رام الله وزار الاردن والنهارده في مصر يمكن في خلال يومين او ثلاثه فقط الجوله الكبيره دي. فخامة الرئيس نحن بكل التقدير والاحترام والإعجاب والشكر لشخصكم ولفرنسا، وثق أن لك في مصر أصدقاء حريصين أيضا على العمل سويا من أجل تحقيق السلام ونزع فتيل هذه الأزمة اللي احنا كلنا بنتألم على الضحايا اللي موجودين فيها. يمكن كان في حد يقول لي يا ترى أنتوا يعني تقبلوا أن يبقى فيه هجوم على المدنيين؟ لا طبعا، نحن ندين كل الأعمال التي تمس المدنيين، كل المدنيين مفيش كلام في ده، لأن المدني ده ملوش علاقة بالغضب والألم والحالة اللي احنا فيها. بس أنا عايز أقول مهم قوي إن احنا واحنا بنتكلم في النقطة ديت نتكلم فيها بمعيار واحد، يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا. مرة تانية برحب بيك فخامة الرئيس، أهلا وسهلا، اتفضل. Merci beaucoup, Monsieur le Président. شكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا على استقبالكم، شكرا على هذه الكلمات. مرة أخرى يسعدني أن أكون في القاهرة إلى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة العصيبة. لقد ذكرتم للتو بأننا نعيش فترة مظلمة جدا، وفي مثل هذه الأوقات يهم أن نبذل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدة التوتر. لا شيء يبرر الهجوم الإرهابي لحماس ضد إسرائيل. فرنسا أدانت ذلك فورا واعترفت لإسرائيل بحق الدفاع عن نفسها باحترام أحكام قانون الحرب والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولكن اليوم الوضع الذي نراه اليوم يمكن أن يقودنا إلى مخاطر وتصعيد، وهذا ما تكلمنا عنه، وبالتالي من الضرورة أن نقوم بعمل سريع. أولا وقبل كل شيء وأود أن أشكركم سيادة الرئيس وأحيي وأنا أقف إلى جانبكم الجهود التي تبذلها دولة قطر لإطلاق سراح الرهائن. هناك أكثر من 200 رهينة تحتجزها حركة حماس اليوم، ولسوء الحظ هناك 9 رهائن من الفرنسيين أو من مزدوجي الجنسية، ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن. وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبذلونها منذ 7 أكتوبر الماضي لهذا الغرض. هذا هام جدا، ونحن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل هذه المسألة.
ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى ما على القمة التي نظمتموها في القاهرة الأسبوع الماضي للتذكير بالمأساة الحالية وضرورة إيجاد حل لها بأسرع ما يمكن. وكذلك سمعت رسالتكم سيادة الرئيس، كما سمعت صرخة الإنذار التي أطلقها ملك الأردن فيما يتعلق بإزدواجية المعايير. أريد أن أكون واضحا جدا، فرنسا لا تمارس إزدواجية المعايير، القانون الدولي ينطبق على الجميع، وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية، قيم الإنسانية العالمية، حياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات، كل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط، ونبقى أوفياء لذلك. أنا أعرف أيضا التزامكم سيادة الرئيس في هذا الموضوع. عودة إلى ما قاله سيادة الرئيس للتو، ما نريده هو في الواقع مبادرة سلام وأمن تسمح بتفادي التصعيد وتعالج الجذور لهذه المشكلة التي نمر بها اليوم. أولا، الجزء الأول من جوابنا هو مكافحة الإرهاب. أقول ذلك لأن في 7 أكتوبر تم ارتكاب عمل إرهابي خطير ضد رضع، ضد أطفال، ضد نساء، ضد بالغين بدون مبرر. وهنا أيضا قتل فرنسيون، 31 مواطن فرنسي قتلوا في هذه العملية، ولكن لا يجب أن نتساهل أمام الإرهاب. أنا أعرف أنكم في مصر حريصون جدا على مكافحة الإرهاب، ولقد خضتم هذه المعركة لسنوات، وبالتالي أود أن يكون أن نستمر في تعاوننا الوثيق في مجال المعلومات واستهداف الإرهابيين. والجواب الصحيح هو أن نتعاون، أن نتعلم دروس التي استخلصناها من تحالف الدولي ضد داعش الذي عملنا في إطاره منذ عدة سنوات، ونتبنى التدابير المطلوبة ضد المجموعات الإرهابية التي تؤذينا في المصلحة في المنطقة. إذن هذا تعاون إقليمي ودولي لاستهداف الإرهابيين وحماية المدنيين، والتعاون في مجال الاستخبارات وتبني تدابير متعددة لاستئصالهم. هذا عمل سوف يتطلب الوقت، سوف يتطلب أيضا التحضير، وسيحتاج إلى مجهود لفترة معلومة. مصر وفرنسا تعرفان ما هي معاناة من جراء الإرهاب، وأعتقد أن هذا هام جدا. المحور الثاني الذي نريد أن نتقدم فيه يتعلق بحماية المدنيين. ذكرتم سيادة الرئيس على وجه الخصوص، تكلمتم عن الفلسطينيين من رجال ونساء. المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة بدون عوائق. وأود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم، لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن، وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل. وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نتنياهو ومع الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الإنسانية. فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء، وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارئ. وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأونروا، وقالوا لي أن الوضع حرج. إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم. كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد، إذ نقدم مساهمة عالية للأونروا. لقد في الأسابيع الماضية زدنا مساهمتنا للأونروا بقيمة 10 مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني، وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة انطلاقا من مصر. هناك طائرة فرنسية سوف تحط غدا في مصر لتسليم معدات ومواد طبية، وهناك طائرات أخرى سوف تتبعها، وسوف نكون
ناشطين بالنسبة للأدوية والمواد الطبية. وكذلك وأشار الرئيس إلى ذلك على إثر محادثاتي مع كل الأطراف المعنية بالأمس، أود أن أعلن أني قررت أن إرسال سفينة من البحرية الفرنسية لتأتي لدعم مستشفيات غزة. السفينة سوف تغادر مرفأ طولون في الساعات المقبلة. كذلك سوف قمنا بحشد موارد مالية إضافية لتقديم المساعدة في غزة وفي الضفة الغربية، ولا ننسى كذلك حماية الرجال والنساء. وأشكركم كذلك على التعاون الممتاز لحماية مواطنينا. هناك 54 مواطن فرنسي في غزة اليوم ونريد حمايتهم. هناك حوالي 170 فرنسي أو موظفين في المعاهد والمؤسسات الفرنسية ومن التابعين لهم أسرهم، ونود إخراجهم وحمايتهم. والأساس الثالث إلى جانب مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين، المحور الثالث هو المحور السياسي. طبعا هو الأصعب، ولكنه هو في جذور الكثير أو سبب الكثير من الحقد في هذه المنطقة. كنا نقول مع سيادة الرئيس أننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفي حل سياسي. كان عدد الذين يتكلمون عن هذا الموضوع قليلا في الأونة الأخيرة. تعرفون أن فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب، ومصر لعبت دائما هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية إلى الواجهة. يتعين علينا أن نبذل اليوم جهود متميزة للوصول إلى دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمان. هذه فكرة قديمة، ولكن لم يعفى عليها الزمن. وبالتالي أعتقد أن الدرب السياسي ضروري ولا بد منه، لأنه يشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف، ويعني الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني ويضع إطار لهذا الموضوع. علينا أن نفعل ذلك، لقد طال الانتظار، ومن الملح والطارئ أن نفعل ذلك اليوم. وأعتقد أنه علينا أن نخوض هذا المسار السياسي في نفس الوقت الذي نكافح فيه الإرهاب، وفرنسا مستعدة. وأشكركم على كلماتكم، وأعتقد أننا نلتقي في هذا النهج سيادة الرئيس. نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء من ذوي الإرادة الطيبة في المنطقة وفي العالم. نريد مبادرة على محاور ثلاثة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية والشق السياسي وحل القضية الفلسطينية. كل هذا يتماشى تماما وأمن إسرائيل، وتعرفون أن هذا موضوع يهمنا، وهذا يجب أن يكون في كل مرحلة من النقاط الحاضرة إلى أذهاننا. هذا يسمح لنا بتحقيق السلام في المنطقة. كل دول المنطقة تقبل وجود إسرائيل وتقبل ضمان أمن إسرائيل، وأن يتم الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه بدولة تعيش بأمان وسلام، ونتفادى التصعيد وتزايد حدة التوتر. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنعمل معا، ونحن نريد أن تقدم على هذه المحاور الثلاثة مرة أخرى. شكرا لكم سيادة الرئيس، ولقد اتفقنا مع سيادة الرئيس السيسي على تعزيز شراكتنا أكثر. لقد اختبرنا ذلك في السنوات الأخيرة حول كل المواضيع الاستراتيجية، وخاصة في مواجهة الأزمة الليبية، وسوف نعمل يدا بيد. أنا أعرف دوركم المتميز، وأود إن سمحتم لي بهذه الكلمات، أود أن نعزز أكثر هذا المحور، لأني أعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا. شكرا سيادة الرئيس. We'll be right back.
إذن مشاهدينا الكرام، فقد نقلنا لحضراتكم المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية، والذي تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة. وقد تم التوافق على ضرورة وقف التصعيد والعمل على تهدئة الأوضاع لإفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية، كما تم التأكيد على ضرورة العودة لمسار المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وهذه نهاية نشرتنا، وإلى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحدود والدفاع عنها دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة. قمة مصرية فرنسية بالقاهرة تتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. إلى اللقاء. شكرا لكم.